شهر رمضان الكريم اللي تصفو فيه الأرواح والنفوس، وبنعيش في أيام وليالي أجمل وأرقى وأعظم وأسمى العبادات اللي بتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيام تتجلى فيها أنوار ربنا سبحانه وتعالى في القلوب والمشاعر والعبادات، أيام اللي احنا فيها بترفع فيها الأعمال لأن لها فضل وثواب عظيم. ومن هذه الأيام ليلة النصف من شعبان التي يطلق عليها ليلة الغفران، الليلة التي يطلع فيها الله سبحانه وتعالى على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهنتكلم النهاردة عن فضل هذه الليلة العظيمة مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق، وكمان منورنا ومشرفنا المنشد الكبير فضيلة الشيخ محمد السواجي اللي هيمتعنا بابتهالاته وأناشيده الدينية الجميلة. يا أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير دكتور. السواجي بخير. وحشتنا ونورتنا وشرفتنا. تسلم يا دكتور، شرف ليا. ونبدأ بشيخ السواجي يا مولانا. على بركة الله. تسلم يا دكتور. يا فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر. واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا، نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا، بجاه من بيديه سبح الحجر. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فهو الذي تم معناه، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. الله 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 الله. مولانا، ما هي المنزلة المقدسة التي تمتع بها شهر شعبان؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، شهر شعبان كان له منزلة كبيرة جدا 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 عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند العرب جميعا. وما سمي شعبان إلا لتشعب الخير فيه وكثرة الخير فيه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة يصوم في شهر شعبان حتى نقول لا يفطر،
ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان. في رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. العرب زمان كانت لما حد يغلب عليه صيام الشهر يقولوا كله، رغم أنه لم يتمه كاملا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شهر يعني العرب كانوا بيصوموا شعبان قبل الإسلام؟ لا، هم كانوا يسمونه شعبان الخير. كان يسمى زي ما كانوا يسمون رجب رجب الأصم، لأنك لا تسمع فيه صوتا لسلاح، وكانوا يسمونه رجب الأصب لأنه تصب فيه الخيرات. وكانوا يسمون الشهور إما لزمانها وإما لمكانها. فشعبان كان عندهم له مكانة عظيمة قوي، فكانوا يسموه شعبان لتشعب الخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: أنت يا رسول الله ما رأيناك تكثر من الصيام في شهر كما تصوم من شعبان، ما رأيناك تصوم أكثر مما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. شوف المنزلة العظيمة جدا. تلاحظ حضرتك أنه شهر يغفل الناس عنه لأنه وقع بين نور القمر وضوء الشمس، نور القمر رجب وضوء الشمس رمضان، فهو في النص غفل الناس عنه. والعبادة في غفلة الناس يا سيدي تدي لك أجر الهجرة في سبيل الله. مفاجأة جميلة. تخيل حضرتك لما تذكر ربنا في وقت غفلة الناس تاخد أجر كأنك هاجرت مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدليل على ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الفتن، الهرج اللهو، الهرج القتل. تخيل حضرتك مثلا تجد العالم كله في وقت منشغل جدا مثلا بحدث معين، وحضرتك وماله بتتابعه ما فيش مشكلة ما بنحرمش، لكن تخيل حضرتك في وقت فاصل جيت قايم متوضي ومصلي ركعتين بنية عبادة في الهرج، تاخد أجر كأنك هجرت مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشهر شعبان كده، اللي يعبد ربنا في شهر شعبان ياخد أجر كأنه هاجر مع سيدنا النبي. أيضا تخيل حضرتك ترفع أعمالك إلى الله وإنت صائم، ترفع أعمالك إلى الله وأنت طائع، ترفع أعمالك إلى الله عز وجل وأنت قريب من ربك، فيرفع عملك والأعمال بالخواتيم زي ما روى الإمام البخاري. رفع الأعمال إلى الله ثلاث أقسام، ده النقطة العلمية في رفع العمل. عندي رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. الحساب الختامي، الرفع اليومي الأعمال بترفع كل يوم إلى الله عز وجل. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح والعصر. يعني معنى ذلك عندنا إنجاز التعبير حفظة ووردية نهارية تنتهي عند صلاة العصر، وحفظة ووردية ليلية تنتهي عند صلاة الصبح، وبيتقابلوا مع بعض ثم كل وردية تطلع ترفع الأعمال. يبقى أنا عندي رفع يومي للأعمال. طيب، وربنا سبحانه وتعالى يسأل كل ملائكة تصعد إليه: كيف تركتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده اسمه رفع الأعمال اليومي. رقم اثنين رفع الأعمال الأسبوعي، بترفع الأعمال إلى الله في كل أسبوع يوم الاثنين والخميس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله رأيناك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه يوم الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. وفي حديث ثاني أنه ترفع أعمال جميع العباد إلا المتخاصمين، إلا المتشاحنين. ده اسمه الرفع الإسبوعي. ثم نأتي إلى الرفع السنوي اللي في شعبان بقى، اللي في شعبان اللي هو الحساب الختامي. وطبعا مهم جدا أن احنا نعرف أنه الأعمال بالخواتيم. يعني تخيل حضرتك كأنه أنا طول السنة ممكن أكون مقصر وفي حاجات كتيرة تجاوزت فيها، تخيل أن أنا لما أجي أحسن في شهر شعبان
ربنا يمحو لي كل تقصير قصرته طوال العام. لأنه روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بخواتيمها. فما أجمل إن احنا نيجي في شهر شعبان ونحسن قوي ونكثر من عمل الصالحات ونكثر من الصيام والصدقات ونكثر من قراءة القرآن، لعل الله عز وجل يختم لنا بالقبول نقطة من أول السطر. يبقى كأن الأعمال في رمضان في شهر شعبان ده الحساب الختامي للعام كله، كأننا بنصفر العداد استعدادا لاستقبال شهر رمضان. والعلماء قالوا إنه رفع الأعمال لعله أن يكون في ليلة النصف من شعبان. يبقى احنا عندنا رفع الأعمال ثلاث أوامر، رفع الأعمال اليومي أسبوعي وسنوي في شهر شعبان. في شهر شعبان. طيب، أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالاجتهاد في شهر شعبان. نعم. أوجه الاجتهاد إزاي؟ أوجه الاجتهاد أولا هو احنا بنجتهد في شهر شعبان لأنه شهر شعبان دورة تأهيلية تدريبية لشهر رمضان، بالضبط تمرين. يعني إنجاز لي المثل، تخيل حضرتك هل ممكن نجيب لاعب من حجرته انزل على الملعب ولا لابد أنه يسخن ويعمل إحماء وتمرين؟ صحيح. شعبان تمرين لشهر رمضان، ولذلك العلماء ربطوا ما بين رجب وشعبان ورمضان إزاي؟ قالوا رجب شهر البذر، تحرط الأرض وتجهزها وترمي البذرة فيها. شعبان شهر الرعاية والسقي، رمضان شهر الحصاد. فتخيل حضرتك حد فضل نايم وسايب أرضه وبعدين جاي في رمضان يرمي البذرة وجيرانه بيحصدوا، ده يبقى تعبان جداً. فاحنا أمرنا بالاجتهاد في شعبان استعدادا واستقبالا لرمضان. كيف نجتهد؟ أربعة كلمات. أما الأولى فالمحافظة على الفروض استعدادا لرمضان. الثانية الإكثار من النوافل. الدليل على ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي، لاحظ حضرتك، تقرب لي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني إيه؟ ما فيش حاجة اسمها يكن عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، ده لا أصل له خالص. أمال ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به يعني لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها يعني لا تمتد يده إلا إلى طاعة الله. فاكر حضرتك قصة الشاب؟ قصة جميلة قوي. الشاب اللي ماشي جنب سور جنينة ولقي تفاحة، من جوعه الشديد بقى له يوم كامل ما أكلش، فأكل نصف التفاحة، وبعدين افتكر أنه ما استأذنش من صاحب الجنينة. القصة فيها مفاجأة، ما استأذنش من صاحب الجنينة، ده أكل نصف تفاحة حرام. فانزعج جدا وقعد يلف حوالين سور الجنينة. لما جه عند الباب خبط على باب الجنينة طلع له حد، قال له أنت صاحب الجنينة؟ قال له ليه؟ قال له أكلت نصف التفاحة دي، تأذن لي وتسامح لي على نصف التفاحة؟ فقال له لا أنا مش صاحب الجنينة، ده أنا أعمل بها، أنا أجير. قال له مال صاحب الجنينة فين؟ قال له صاحب الجنينة في البلد الفلانية، بلد بعيدة وهو ممعوش حتى الأجرة. فمشى على قدميه ساعات طوال حتى وصل إلى البلد، سأل عن الراجل، وصل إلى بيته خبط على الباب، الراجل فتح له الباب. ماذا تريد؟ قال له أنا فلان، أنت صاحب الجنينة الفلانية؟ قال له نعم. قال له ماذا تريد؟ قال له أكلت نصف تفاحة وده النصف الثاني، وتذكرت أنك لم تأذن لي، فجاي يطلب منك تسامحني في نص التفاحة اللي أكلته. فالراجل استغرب جدا، إيه الشاب الجميل ده اللي بيدور على الحلال والحرام لدرجة أنه يمشي أميال طويلة عشان نصف تفاحة؟ فقال ده فرصة عظيمة جدا. قال له أنا ممكن أسامحك بس بشرط. قال له إيه؟ قال له تتزوج ابنتي. فالشاب قال له يعني إيه تزوج ابنتك؟ قال له هو كده، يا إما مش هسامحك. فقال له طيب موافق. قال له طب مش تعرف هي صفاتها إيه؟ قال له وما صفاتها؟ قال له عمياء صماء بكماء خرساء. قال طب إزاي يعني؟ تخيل حضرتك لو حد مننا مكانه يعني هيقول له بقى وادي بقيت التفاحة ومش عايزك وسابه ومشى. قال له برضه موافق لعلك أن تسامحني. قال له طب ألا تنظر إليها؟ يعني ألا طب وأنظر في إيه بقى؟ ما يعني خلاص. فرآها من أجمل ما يكون ومن أبهى ما يكون،
فقال لي ابوها ازاي انت بتقول لي عمياء وصماء وبكماء وكسحاء؟ قال له نعم، عمياء فلا تنظر الى حرام، صماء فلا تسمع الى حرام، بكماء فلا تتكلم الا بما يرضي الله عز وجل. فتزوجها فانجبت ابا حنيفه النعمان. الله الله، هو ده، وكنت سمعه الذي يسمع به، ويده وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. ايضا نجتهد في رمضان بعد المحافظه على الفروض شعبان. في شعبان محافظة على الفروض والإكثار من النوافل، محتاجين نكثر جدا من الصلاة والصدقة والقيام والقرآن استعدادا لرمضان. عشان تخيل حضرتك حد بيقيم الليل من شهر رجب وشغال، يجي في التراويح واخد حد من انت بقيم الليل ازاي يا شيخ؟ نعم، يعني حضرتك بتقيم الليل امتى والساعة كام؟ والله وكم ركعة؟ ليا في الليل أحوال. أولاً أنا بحب جداً قيام الليل وله بركات غير عادية. الساعة 2 كده بص حضرتك، أحياناً كثيرة يكون قبل الفجر، وأحياناً كثيرة يكون بعد العشاء، على حسب حالي وحسب ظروفي العمل وغيره. ممكن من بعد العشاء مباشرة أقيم الليل، وليه معاه أحوال؟ لأنه عندي حديث حلو قوي، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. فلي فيها أحوال، أحيانا من بعد العشاء أقيم الليل وأقل حاجة عشر آيات عشان أخرج من دائرة الغفلة، أصلي في الركعة الأولى بالشمس وضحاها، وفي الثانية بالليل إذا يغشى، وركعتين وكمان ركعتين سنة، وأصلي الشفع والوتر. وأحيانا كثيرة يكون قبل الفجر، وده ما أجمله، في الثلث الأخير من الليل اللي بيبقى فيه لقاء الأحباب بالأحباب. ولذلك كان صلة بن أشيم له حال مع قيام الليل. خلال برنامج حضرتك أدعو الناس إلى سنة مهجورة. أحيانا كتير يا أستاذ عمرو، يا دكتورنا الجميل، بنقيم الليل بثياب البيت، أقوم من ثياب النوم طاهرة وكل حاجة، أتوضى وأصلي طب لو جاني حد حبيبي هلبس، طب أنا هقابل ملك الملوك. صلى ابن أشيم كان يعمل ايه؟ معاه 1000 دينار، راح اشترى اغلى ثوب، اغلى ثوب في الوقت ده، وخصصه بس لقيام الليل. يجي قايم بالليل مغتسل ولابس اغلى ثوب ومتطيب ومتعطر، ويقول لربنا يا رب ليس عندي اغلى من ثوبي هذا، والله ما لبسته الا لك يا حبيبي. الله. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار، أنت وربك. فما أجمل أن نتدرب قبل التراويح على قيام الليل. من هنا نجتهد في شعبان. محتاج كمان في الاجتهاد في شعبان حاجة مهمة جدا يا أستاذنا، أعظم عبادة نعبد بها ربنا ونجتهد بها في شعبان ونستقبل بها رمضان، سلامة الصدر. أقول لحضرتك حديث جميل قوي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة، الحديث عند الإمام مسلم، كل سهل هين لين قريب، وأهل النار كل عتل جعزري جواز مستكبر شنظير فحاش. شفت المصطلحات بتاعت أهل النار عاملة إزاي؟ كل جعزري مستكبر جواز شنظير، معناها ايه؟ المتكبر الغليظ الجموع المنوع المخاصم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الامام مسلم قال اهل الجنه كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، يعني يكون بيتكلم بالصدق ما بيكذبش، فما مخموم القلب؟ أصل كلمة خم في اللغة العربية يعني كنسة، فمخموم القلب يعني مكنوس القلب من الحقد والغل والضغينة. كأني عايز أقول إيه؟ قبل رمضان هات مكنسة ألماني ادخل قلبك، نظف قلبك من الغل والحقد والحسد،
ما انت لو دخلت رمضان ومتخاصم مع ده وشحناء مع ده وبغضاء مع ده ومنكد مع ده وقلبك مليان بالغل، كيف يتقبل الله منك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الجميل يا دكتور عمرو، قاعد مع الصحابة فبيقول لهم أول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. فتخيل حد ربنا بيشهده، تخيل حضرتك مكانه يا دكتور عمرو، تخيل سيدنا النبي يقول لك أنت من أهل الجنة، ده احنا نطير في الهواء. وتخيل ومش مرة واحدة، تاني يوم الصحابة منتظرين مين يعدي، عالم كبير، حد كبير قوي. فإذا اللي بيعدي شاب راعي غنم ماشي ورا الغنم بتاعه، يا رسول الله هو ده؟ هو ده. تاني يوم سيدنا النبي قاعد مع الصحابة، أول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. فمنتظرين، واحد هو هو نفس الشاب. تالت يوم سيدنا النبي يقول أول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة، هو هو نفس الشاب. فمشي وراه سيدنا عبد الله بن عمر، شوف كمان بيتنافسوا ازاي في الخيرات. قعد معاه ثلاث ايام يراقبه بيعمل ايه عشان يعمل زيه. اخر الثلاث ايام ليه شخص عادي جدا، فسيدنا عبد الله بن عمر قال له يعني النبي قال عليك كذا وكذا وكذا، فقول لي انت بتعمل ايه عشان اعمل زيك عشان ابقى من اهل الجنه. قال له والله ولا حاجه، لكن هي في حاجه واحده بس لعلها هي. قال له وما هي؟ قال له اني لا ابيت ليله، يعني لا أضع رأسي على المخدة ونام وفي قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من الناس أبدا. الله. قلبه جميل ونظيف وأبيض. الخلاصة سامح يا صديقي. علماء النفس يقولوا إيه؟ لا تعطيهم من روحك يا صديقي، ما اللي أنت كارهه وبتغل عليه أنت بتدي له من روحك. سامح وأنت الكسبان، سامح وربنا مش هيضيع حقك. من أعظم اجتهادنا في شعبان ان الواحد فينا يعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه ويصبر على ما اصابه. احتمل الجنايات واعفو عن الزلات وقابل السيئات بالحسنات. قال رب الارض والسماوات خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الله. يا منقذي في شدتي، يا سامع ندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه.